شيخنا، أنا كان عندي دين أي. شهر تقريبا، يعني القضاء. أنا صمت 10 أيام من القضاء، باقي لي 20 يوم الباقية. نعم. فيعني أول شيء أطلع يعني أطعام المسكين ولا أصوم، والعقب بعدين أطلع. بعد ما تصومين أطعمي، بعد ما تصومي القضاء الذي عليك أطعمي عن كل هذه الأيام. يعني مو مشكلة إذا. نعم. أنت مر عليك رمضان آخر وأنت لم تقضي رمضان الأول. نعم شيخ. إذن بعدما تقضين بإذن الله تعالى أطعمي عن المساكين.